استماع في الصبحية. خنسافر بكم الإمارات العربية المتحدة لدبي، الحدث العالمي اللي مازال متواصل، إكسبو دبي. أكيد الحديث كان كبير على الإكسبو ذي، على شخصيات كانت زارت دبي، اختراعات، سمعنا برشا حاجات جديدة للمستقبل. دونك نحاولوا نعملوا ملخص ريكاب للموضوع ذي. معنا بالتليفون مباشرة من دبي مؤمن زعب، اليوتيوبر المصري التونسي اللي عرفته في عديد المرات وكنا حكينا معاه في عديد المرات على إكسبو دبي. مرحبا مؤمن. مرحبا، صباح الخير أسامة. شو أحوالك؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. شو أحوال دبي وإكسبو دبي؟ كنا حكينا معاك في عديد الفترات مؤمن، كنت حكيت على أعجابك الكبير في مدة أولى، حكيت زاد على تظاهرات كانت كبيرة، اختراعات زاد نلقاو زاد من النواحي التكنولوجية، تطور كبير برشا لصناعة الذكاء والتكنولوجيا في إكسبو دبي اللي أبدأ في تقريبا في آخر 2021 بعد التأجيل متاعه طبعا بسبب فيروس الكورونا. خلنا نرجع بيك الأهم الأحداث، ماذا بقي في البال مؤمن زعبل من إكسبو دبي؟ بقى في البال برشا حاجات. احنا تو نحكي ولا أقل من 18 يوم والإكسبو باش يسكر أبوابه وخلاص، يعني اللي هو أكبر فترة، فبالتالي أي دولة من المشاركة في الإكسبو 2020 هو في أخر شهر تحاول أن هي توري أفضل ما عندها. على سبيل المثال مثلا الجناح الألماني باش يحتفل في الجمعة هذه الأمالية، خاطر استقبل أكثر من مليون زائر. وعلى أن هو في خمسة شهور استقبلوا أكثر من مليون زائر. هذي الجناح الألماني ماذا؟ عفوا، الجناح الإيطالي. الإيطالي إيطالي بالضبط. بالتالي حتى الدول حتى الأخرى برضو المشاركة تحاول هي تولي، يعني مثلا على سبيل المثال أنه هو مثلا الجناح الألماني بدأ هو حتى يستعرض في الاختراعات التكنولوجية اللي ما كانش استعرضها في الأربع شهور اللي فاتت، أربع خمسة شهور اللي فاتت. فأخر شهر كل جناح يحاول يوري أفضل ما عنده، يحاول ان هو يجذب الزوار نتاعو بحيث ان هما فما نوع ما تنافسيه في شكون اكثر جناح هو مستقبل عدد من الزوار اكثر. استعراض للقوه تكنولوجيا. بالضبط بالضبط، القوه التكنولوجيه والقوه في الدعايه وفي الماركتينج، ان انا كيفاش ان انا نعمل دعايه للدوله نتاعي باش نشجع الناس ان هي تجي للدوله نتاعي وتستثمر او تجيب غرض السياحه. واضح. هذا بالنسبة للدول اللي خليت نقولوا احنا المفاجآت بالنسبة لاختراعات الاختراعات والتكنولوجيا في أياماتها الأخرانية. خلنا نرجع بيك الأشهر التالي مؤمن، وقتها حكينا قبل رأس العام على بدايات إكسبو دبي، حكينا وقتها كيفاش أنه من المتوقع أنه يكون فما زيارات ولشخصيات، رينا زادة فنانين، رينا ملعبية متاع كورة، رينا عديد الشخصيات العالمية اللي زارت إكسبو دبي. من أهمها شنية قعد لك في البال، شنية اللحظات اللي حسيتهم اللي فما استقبال كبير أو ترحاب كبير لشخصيات أو غيره أو رؤساء؟ أنا بصراحة أعتبر روحي من الناس المحظوظين لحظات الفرصة ان هي تخدم في إكسبو، على خاطر الفعاليات اللي تصير كل جمعة، سواء ان هو الملاعبية بتاع الكرة او الفنانين. انا ما كنتش اتخيل في حياتي من هار من هارات ممكن تشوف كريستيانو رونالدو ولا ميسي ولا فانتوسكي ولا حتى برشا ملاعبية اخرين ولا حتى فنانين ان انا ممكن تشوفهم. انت مش محظوظ، انت عندك الزهر يعني. ويعني الحمد لله، يعني الفكرة انك مش تشوفهم اكها، والفكرة انك حتى ممكن تحكي معهم وتسألهم اسئلة. يعني هذه فرصة عمري ما كنت نتخيلها ان نكون موجودة. حفلات مثلا، الحفلات اللي كانت موجودة من بداية إكسبو حتى التوى مازال يقيموا حفلات من اشهر الفنانين ومن اشهر الموسيقيين والمبدعين في جميع المجالات، يعني مش جست بس اللي هو المجال الغنائي فقط. بهل انا مطالب ان نخلص سوم مثلا الحفلة هذية ولا ندفع برشا فلوس باش نحضر؟ لا، أنا كل مطالب أن ندفع التيكيت تاع إكسبو اللي توا سومها لا يتعدى الأربعين دينار تونسي ونحضر حتى آخر الإكسبو. أيوة، جميع الفعاليات معناتها فما تسهيلات كبيرة معناتها بالنسبة للحضور. جدا.
إذا بالإضافة لأن الطلاب واللي عمرهم فوق الستين ما يخلصوا حتى شيء. وهذا اللي يزيد في انه يكون فما حضور كبير واستقطاب كبير بالضبط. لل معناتها اللي مختلف الجنسيات اللي زارت اكسبو دبي. خلينا نرجع معك لهنا للاختراعات والتكنولوجيا. مؤمن زعبل، كنا حكينا تكنولوجيا على طبعا ليلوبو، وحكينا منه العالم تجاوز الورقة وستيلو، انه العالم دخل للرقمنة، انه العالم دخل لمرحلة جديدة من الاختراعات، من التكنولوجيا اللي اصبحت داخلة في حياته اليومية بقوة. شنو من الاختراعات اللي مؤمن عجبته؟ كم الروبوت اللي موجود في الاكسفو كم غير عادي. روبوت شرطي، روبوت يوصل في الماكلة ويطيب في الماكلة، روبوت يجست ان هو يجي وينصحك يقول لك البس الماسك بتاعك، روبوت واحد اخر يقول لك جست تحب خريطة الاكسفو يعطي يوزع في الخريطة، روبوت اخر يلعب مع صغار. دونك كم الروبوت اللي موجود وكم التكنولوجيا. عمري في حياتي ما كنت مثلا أي الكلام هذا ممكن يكون موجود في مكان واحد. إنما السؤال اللي ديما يتسأل مثلا لأي حد تو في الفترة هذه يزور إكسبو، كم المباني الضخمة، نحن نحكيه أكثر من 300 مبنى موجود مش يمشي ليش يعملوها إكسبو؟ طبعا موجود لمدة 6 شهور فقط، فقط قد 6 شهور فقط، ومن بعدها في 2025 باش يتعمل في طوكيو. هو تو في دبي 2000 2020 وين دبي باش إكسبو يمشيوا 2020 البنايات هذوكم؟ بالضبط. هو توا باش نكونوا عارفين بعد ما اكسبو ينتهي في يوم 31 مارس ان شاء الله باش يتم عمل صيانه لمده 6 شهور على سبيل 6 شهور. فما بعض الدول تفضل ان هي المباني بتاعها تفضل كما هي ويخليوا فيها يجيبوا فيها اللي هو ناس تخدم خديك، مثلا على سبيل في الجناح السعودي باش يتم تحويل الجناح بالكامل الى قنصليه. ايوه، مع بعض استغلاله الدول مثلا دبلوماسيا. اي بالضبط كده. فمثلا بعض الدول مثلا في جناح المانيا فهو جناح مصمم فقط انه يستحمل مده 6 شهور ولا عام، دونك لازم يتفك خاطره غير مؤهل باش يقعد فتره اكثر من هكا مؤهل شمل، يعني ممكن هو التركيبه بتاعته تركيبه تصنيعيه هكا. فبالتالي فما 6 شهور باش تكون 6 شهور من الصيانات ويتم تحويل الاكسبو 2020 الى حاجه ما تسمى بديستريك 2020. شنو هو معناها؟ معناها ان هو بمعنى مجمع المكاتب للستارت ابس للشركات الناشئه للشركات او لاي حد يحب ان هو يجي يكري بيرو، البيرو هذا ينجم ان هو يخدم فيه يحصل على بعض الاستثمارات، عنده فكره مشروع. بالتالي مش تكون فرصه ممتازه لاي حد عنده شركه ناشئه او يحب ان هو يجد فرصه باش يكون الشركه بتاعه الخاصه يتجه على ديستريكت 2020. واضح، معناتها باش تولي معناتها مدينه كامله للشركات الناشئه او بالضبط لبعثات دبلوماسيه، او معناتها كل واحد كل بلاد كيفاش بتستغل الجناح هذاك بالضبط. والبلاصه اللي كانت فيها. طب ما ننساوش فما حاجه ان هم بنوا خصيصا محطه مترو اسمها اكسبو 2020، محطه كامله بتاع مترو باش تستقبل الناس اللي حتى باش يعني تسهيل الانتقال ليها. يعني اكسبو بالنسبه لي كي حد يسالني مؤمن كيفاش نجي الاكسبو بالكهرباء ولا كيفاش ولا بالباص، احسن قول حاجه خذ المترو خير، احسن حاجه بالضبط مترو بتاع الامارات من افضل المترو الموجود حاليا في العالم. واضح. بالتالي معناتها هو صحيح التساؤل نتاعك مؤمن، دونك البنايات هذه وين باش تمشي الاجنحه هذه. وانت حكيت على ايطاليا، حكيت على المانيا، حكيت على السعوديه، خلينا نحكي شويه على تونس ومصر. وانت مؤمن تونسي مصري اكيد مشيت زرت الاجنحه لزوز بلدان هذوما، كيفاش شريتهم؟ خلينا نبداو بمصر. مصر هو جناح مازال ضخم، مازال ما تمش الاعلان على حتى شيء، بس في الاغلب مصر باش تستغله. في الاغلب هذه مجرد تكهنات ما فماش حتى شيء رسمي، مصر باش تستغله كان هو تخليه كمبنى نوعا ما تبريزنت فيه الثقافة نتاعو، نوعا ما باش يكون ياخذ الناحية الاقتصادية شوية. كان أي حد يحب يجي لمصر أو إن هو يستثمر باش يخليوه كمكتب للاستعلامات في الجزئية هذه، أو برضه ممكن حتى يستخدموه السفارة المصرية ممكن تستخدموه كجزء نوعا ما بعض طابق من الطوابق اللي موجودة غاديكا كنوعا ما للخدمات القنصلية. واضح. وتونس؟
تونس في الاغلب مش يتم تفكيكه، هي مش هي فقط، هي بعض الدول الاخرى، لانه عم يجرح تونس يتسمم الاجنحه الصغيره، فبالتالي الاجنحه الصغيره هي بعض وبشر دول اخرى مش يتم تفكيكهم والاستغلال المساحه الموجوده غديك ويبنيوا عليها مباني اخرى كمكاتب في الاغلب مش تكون. واضح. شو هو المتوقع من التكنولوجيا المستقبلية اليوم بالنسبة للبلدان هذية؟ شو هي الحاجات اللي من منتظر نشوفوها في السوق؟ الحاجات المنتظرة في السوق هو أي دولة جابت اختراع متاعها باش تحاول إن هي تعرضه أه؟ في الأغلب باش يكون موجود هنا في الإمارات كنوعا ما، باش يولي ككتاب فهرس لأي حد يحب يسأل على حاجة أو يعرف حاجة. فهو الدستريك 2020 تنجم تشوفها مثلا، فما دراسة اتعملت في ألمانيا تحكي على الطاقة المتجددة أو أي حاجة على سبيل المثال، بيجي ينجم يجي الدستريك 2020 تشوفها. واضح. بالضبط. واضح. خلينا نختم معك لهنا مؤمن على الدروس. شنو هي الدروس اللي نخرج منها من اكسبو دبي بعد 6 شهور من العروض من الحدث هذا العالمي الكبير، سواء من الافراد او البلدان؟ كنا حكينا قبل وقلنا اذا البلدان ما تلقاش روحها، اذا البلدان ما تواكبش، اليوم ما عادش فما تبرير لضعف الامكانيات، ما فماش تبرير انك ما تواكبش التكنولوجيا، ما ثبش تبرير انك ما يكونش عندك في ديجيتال حاجة قوية برشا باش انك تواكب وتخلط على برشا بلدان. نحكي وزاد على انه فما منتوجات بيولوجية، فما منتوجات للحفاظ على البيئة، منتوجات تراعي المناخ. دونك فما مطاعم المستقبل، فما انك انت ممكن تمشي ريستوران تاكل وجبة المستقبلية، كيفاش حتى شكل الماكلة في المستقبل باش يكون ضغطها ضغطها كيفاش؟ بنينة وخفيفة. يعني احنا تخيل انك انت مثلا تمشي تاكل في وجبه يقول لك هذيك هي الماكله مش تكون بعد 20 او 30 سنه. شو حاره حلوه كيفاش بالضبط مؤمن؟ اللي تحب عليه، فما اكثر من نحكيه اكثر من 30 نوع متاع وجبه، فما فيه السوس، فما الماكله الشيحه، فما الماكله الهيلثي، فما الماكله اللي مش هيلثي نوعا ما، بس تحس بأطعمة انا ما نجمش نحكيها لك خاطر اكيد مهما انا باش نوصفها هي ما لهاش اي علاقه باي ماكله. خذ لنا كيلو من غادي يا مام. بالضبط. ممكن مثلا تاكل قدمه الحم، تاكل وانت قدمه الحم يقول لك هذه الحم نباتي. كيفاش؟ كيفاش ما تعرف؟ كيفاش؟ الحم نباتي. الحم تاكل نباتي. الحم يقول لك الحم نباتي. هذه اي طعمها طعم الحم، ملمسها شكلها شكل الحم، بس هي نباتي. واضح. هك علاش ضعفت في التصاور انت يا ماما؟ بالضبط. 15 كيلو حطيتها. باهي مؤمن، خلينا نعاود لك السؤال. الدروس اللي يخرجوا منها البلدان، الدروس اللي يخرجوا منها الافراد، حتى ليك انت مؤمن، معناتها كاش تجربتك براتيكمون، شنو هي الحاجات اللي تعلمتها وانه باش تخدم عليها في المستقبل؟ انا مش نحكي لك على زوج حاجات. الحاجه الاولى اني قبل ما نجي اكسبو كنت مهما ديما السؤال يجي المخيط نقول روحي هل احنا تو في 2022 احنا تو خصيبو خلاص وصلنا للبست افضل شيء في الجزء التكنولوجي؟ نكتشف لا، مهما انت تقول فم احنا خلاص تو في زمن متقدم، لا، مازال التقدم التكنولوجي مازال موجود، ما يوقفش، ما لوش سقف. ما تنجمش تقول ان هذا احنا وصلنا افضل عصورنا التقدم التكنولوجي، لاني شفت اختراعات اكتشفت ان باللي تعلمته واللي درسته 15 سنه التالي في حياتي كامله مالوش اي علاقه باللي انا درسته كونكريت. فكانت نوعا ما بالنسبه لي صدمه في الجزء التكنولوجي من بعض الاختراعات ريتها. ما كانش ممكن يجي في مخي ان نهار من نهارات، يعني 5 سنين تالي ما كنتش نتوقع ان انا باش يجي لي مثلا روبوت ويجي يحكي معايا اشرح لك ما تنساش تلبس الماسك بتاعك، ممكن ياخد معاك تصويره. سؤال اسئله عمر يعني 5 سنين تالي عمرها ما كان مش يجي المخ حاجه كمان هكا، ولا مثلا نلقى روبوت نطلب ماكله نلقاه هو اللي وصلها لي وانت داخل اكسبو. هذه حاجه. ثاني حاجه انك تكون في الاكسبو فانت اتوقع انك اقل شيء في النهار اللي انت باش تدخله، اقل شيء لو انت مثلا دخلت النهار قعدت فيه 3 4 سوايع، اعمل حسابك انك باش تتعرف على الاقل من 10 ل 20 واحد جنسيات مختلفة لو عمرك عرفتهم، ممكن من جنسيات عمرك حتى مريتهم. يعني مثلا أنا قابلت عباد من دولة اسمها جواتيمالا. جواتيمالا مثلا من تونس، من جواتيمالا على سبيل المثال، من تونس لجواتيمالا احنا نحكي أكثر من 20 ساعة
طيران، اكثر من 20 ساعه طيران، او عبيد من جنسيات، من هندوراس، من جنسيات عمري ما كنت متخيل في نهار من نهار مش تجي فرصه باش يجيوا. يعني حتى نوعيه كبيره من الناس مش السياح اللي يجيوا لتونس ولا يجيوا لبلادنا برشا. فكنت كان عندك اي سؤال او اي استفسار، فهو افضل مكان ممكن تجي وتكتشف وتسال وتعرف مع الناس. واضح. والتواصل كان سهل مؤمن معناتها ما بين بالانجلي كله بالانجلي. ابار لونجلي، التواصل ما بين العباد معناتها تحسكم معناتها حتى كي تشوف عائلة الصور ولا الفيديوهات صحيت هاي، معناتها اللي عائلة يدخل دبي صحيح يدخل في العائلة. بالضبط، اللي يدخل دبي واللي يدخل اكسبو بالضبط، باش نكون على وش التحديد. يعني عادي جدا انك ممكن الناس كلها فرندلي، الناس كلها هدفها واحد، الناس كلها هدف سلمي، هدف ان احنا نتبادل تجاربنا مع بعضنا. انا مؤمن مثلا، أيوة انت وين خدمت قبل؟ اسامه انت مذيع في الراديو كذا، هذايا عندنا زميل نخدم مذيع، هذا مخرج، اجي يا جماعه نفطروا مع بعضنا. وانت ممكن عمرك لا حكيت معهم لا تعرفهم ولا حتى شيء. واضح. اونديريك اللي لقيته في استاد مركب بونتو عنقتوا بعضكم، خط تحبوا فرد جماعي. بالضبط بالضبط، نحبوا فرد جماعية، نفس الاتجاهات، نفس كل يجي اكسبو هو هدفه واحد، هدفه مش هدف، فما برشا اهداف بس نحكيه كلنا عندنا فضول الاستكشاف، الهدف اللي احنا كلنا مشتركين فيه فضول الاستكشاف. واضح. يعطيك الصحة مؤمن، نقول لك بالتوفيق في الأيامات اللي بقات من إكسبو دبي، وإن شاء الله نشوفوك يا سيدي في تونس. إن شاء الله إن شاء الله على قريب، ورمضانكم مبروك بإذن الله. يعيشك يا سيدي، بارك الله فيك. مؤمن زعبل اليوتيوبر التونسي المصري كان معنا مباشرة من دبي، وأكيد يطول الحديث على إكسبو دبي إن شاء الله في الأسابيع المقبلة. نعاودوا نرجعوا زادا ونشوفوا التوانسة اللي شاركت في إكسبو دبي، نستدعوهم بحثنا نحكيوا على المشاريع متاعهم، كيفاش شافوا مدينة المستقبل إكسبو دبي. شوية خلاتكم موعد مع أخبار التسعة، لكن في ساعتنا القادمة باش نكملوا نسافروا بيكم، لكن باش نقعدوا في الإمارات العربية المتحدة، باش نحكيوا على لعبة تونسية لكرة القدم تحترف الدوري الإماراتي النسائي، قاعدة تقدم في عروض كبيرة برشا. نحكيوا زاد على نابغة تونسي في الذكاء الاصطناعي، تلميذ تونسي تفوق على الجميع في العالم باختراعه العالمي لروبو يحسب الفلوس ويتحل إلا بكلمة السر. تفاصيل في ساعتنا القادمة.